اهلا ومرحبا، معاكم اخوكم سامي فرج من قناة سامي اف. الاخ عمار الخليجي سأل سؤال، يقول ان كيف اوصل آلة المايك او آلة موسيقية الى الاي 5000. طبعا اذا كنت تقصد اخوي عمار انك انت توصل المايك وفي نفس اللحظة توصل معاها آلة موسيقية ثانية، ما تقدر، لان عاطينك خيار يا انك توصل مايك او انك توصل آلة الجيتار أو الأكورديون أو أي شيء من الآلات الموسيقية، لكن اثنين مع بعض ما عاطينك خيار. والحين في فيديو أنا نزلته، تقدر تكتب في اليوتيوب كيف استخدام المايك. أنا نزلت فيديو قبل كيف تستخدم المايك والإفكتات. الفيديو هذا راح يكون كيف نوصل آلة ثانية كجيتار أو أي آلة ثانية بنفس الطريقة، سواء كان أكورديون أو كان جيتار او آلة اي ثاني، بس المهم يكون فيها اوت بوت. ومع الفيديو طبعا مثل ما تلاحظون في الخلف موجود هني عندك مايك فاصلة جيتار انبوت، يعني ما عطينك انك انت تحط المايك او اي آلة ثانية الجيتار مع بعض، لا حاطي لك يا انك تختار، شوفني يا تحط على المايك، يعني المايك، يا انك تختار على الجيتار. طبعا الاوكس ان تقدر تدخل الجيتار لكن راح يطلع الصوت خفيف جدا، يعني ما تقدر، ما في افكتات، بيكون جاف، ما تقدر تستخدم الافكتات اللي موجوده في الكيبورد. الحين انا راح احط الجيتار في خانه الانبوتني وراح اختار كلمه جيتار بالطريقة هاي. شوف إذا اخترت المايك راح يشتغل معاك المايك، لكن تختار الجيتار وراح نشوف الحين الطريقة كيف الافكتات اللي راح تستخدمها في الجيتار. بعد ما وصلت مثل ما قلت لكم الجاك في المايك والجيتار وحطيت هني على الجيتار، شوف نوصل الطرف الثاني الجاك في الجيتار بالطريقة هذه. الحين كذي انت بالطريقة هاي وصلت الجيتار في الـ A5000. انزين اشوف اعزف لي شوي. انزين بعد ما توصل الجيتار تروح تيجي عند المايك سيتنج، تطلع لك الصفحة هاي. طبعا هاي على الأون، لا تختار الفوكل ولا تختار التوك، تختار الجيتار وتتحكم هني في الفوليوم للجيتار. كل ما كان ما يوصل للأحمر فوق كان يطلع الصوت عند التسجيل في الأغنية يكون أحسن وأوضح. زين الحين كيف تختار الإفكت؟ وصلت هاي الصفحة، ضبطت الصوت الجيتار سواء كان من عندك هناك من الفوليوم اللي في الجيتار أو هني، تضبط على حسب ما تبغى أنت. تروح هني فوق إفكت، كلمة افكت تضغط عليها تفتح لك الصفحة هاي على طول، انستريشن افكت مايك، طبعا بيكون على اللي هو الليجاسي. زين تختار في الليجاسي، هاي كلها خدمة الكاتيجوري اللي هي الليجاسي، لا تختار ديلي وما ديلي ولا اي شيء، تختار الليجاسي احسن لان فيها اشياء وايد. الحين شوف راح تختلف معاك الجيتارات، شوف انا بختار هنا لحظة، شوف الحين، شوف تختار اشياء مثل ما تبغى وتلعب. عندك ليه 37 صفحة، تختار الافكت اللي تباه عشان يوم بتسجل الاغنية. واحد يمكن يسألني يقول لي ليش انت قلت الليجاسي؟ مو بشرط الليجاسي لان في اشياء وايد حلوة في الجيتارات. مثلا بختار الحين هذا التو واي، اعزف اعزف على التو واي، اسمع اشياء جميلة جدا. يعني عندك الحين امبلي، موسيقى
تمام. اوكي، واحد بيقول لي ليش اخترت الليجاسي في كاتيجوري؟ اذا تقدر تروح بعد على الديلي مو مشكله، عادي يفتح معك. اعزف هذا الديلي، ها تروح على الكروز. وكيف تتحكم، كيف تتحكم في درجة الخاصية اللي انت بتختارها؟ تسوي كلوز، انت اختار ديلي كروز ديلي 1، تختار كلوز، شوف تيجي تطلع لك الصفحة هاي، انت تختار من هني كم ضربة الديلي، تضبط على كيفك شو اللي انت تباه. زين، نرجع الحين كيف عقب ما ضبطنا المايك نرجع كيف تسجل الجيتار في الاغنية اللي انت بتعزفها. الحين بنسجل الكيبورد مع بعد ما دخلنا وراويتكم التضبيطات اللي هي للجيتار. يلا نسجل الاغنيه، بتروح على تحط لي طبعا فلاش بتسجلها اوديو عشان تسجل الاوديو، الاوديو الوحيد اللي يسجل الصوت اللي هو بتدخله من برا. تروح هنا في ريكورد وتدق على كلمه اوديو اللي هو كويك ريكوردينج بالطريقة هاي، يطلع لك تسجيل وعلى طول تسجل اوكي وتبدأ. الطريقة هاي انت سجلت الحين اي آلة ثانية دخلتها في الكيبورد. اضغط على ستوب، نسمع الاغنية مرة ثانية اوديو فور، نسمعها الحين مع الجيتار. نفس اللحظة لكن تحط مايك معاه ما تقدر، لأن حاطي لك يا مايك يا جيتار. بهاي الطريقة قلت لكم كيف تدخل أي آلة ثانية على A5000 وكيف تسجل الأغنية بالآلة اللي أنت مدخلنها. لكن تقدر تجمع الجيتار مع المايك إذا أنت عندك ميكسر صغير تحطهم، وهذه شغلة ثانية أنت تعرفون كلكم المكسر الثاني. وإلى اللقاء مع معلومة ثانية، شكرا.